مرحبا إخواني أخواتي متابعي قناة أبارتمون فاس، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المتابعين الكرام، كتواجدوا الآن في حي الأمل، غادي تشاهدوا معايا واحد الشقة المساحة ديالها 145 متر. هذا الطابق الأول جاي على الشارع الرئيسي ديال حي الأمل، جميع المرافق العمومية كتواجد في قلبها. هذا الحي معروف طريق سكرو، قريبة المركب، قريبة صيدلية الطب، وقريبة كلية الطب. إخواني أخواتي، هذا الشقة تنعرضوها لكم اليوم، يما للكراء أو للبيع، يعني للشراء، اللي يبغاها للكراء أهلا وسهلا، واللي يبغاها حتى للبيع معروضة بجوج ديال العروض. خوتي هذا حي الأمل، تشوفوا معايا دابا كتشوفوا أنفاس لينا كاينة كلية الطب. جاي على الشارع الرئيسي كيف ما أردتكم إخواني المتابعين الكرام والأولياء لهذه القناة، هذه أن هذا الشقة هذه جاية في جميع المرافق حداها، كل ما كيتواجد في هذا الحي، كل ما كيتواجد يعني متوفر في هذا الحي هذا. إخواني أخواتي، كيف ما قلت لكم فيها 145 متر، كذلك فيها دو فاصاد كومبوزي. كاين الشارع اللي شفتو معايا دابا عند الشارع الرئيسي، كاين الجهة ديال الدخيلة ديال الباب، يعني دو فاصاد كومبوزي. شفتو معايا خوتي الصالون اللي شفتو معايا المساحة ديالو كبيرة، يعني تقسمو غير بالفراش، وكذلك فيها جوج ديال ستيل ديال القبس بلدي، وكل واحد يفرش على طريقته. هنايا كاين السجون اللي قبالنا، يعني اللي بغا يكريها غادي يجي يفرش ويسكن، وكذلك اللي غادي يشريها نفس يعني نفس السمان. قبالتنا هنايا خوتي الدخلة ديال الباب الرئيسية، وكاينة بلاصة ديال لاستراسيون ديال التلفزيون، كان ندخلو مباشرة تشاهدو معايا الكوزينة اللي هي جميلة ورائعة. الكوزينة خوتي اون كاستخي، كتشوفوا معايا ان فيها بلاكارات من فوق وبلاكارات من تحت، فيها لاحوط، فيها كويزينيير، وجايه الشباك ديالها من الجهه الاخرى اللي قلت لكم بالفصاد الكومبوزي، هي هذه. الشمس في الصباح كنضرب من الجهه، والعشيه كنضرب من الجهه الاخرى. كاينه الميكروفون قبالتكم، ها انتما كلشي خدام. كذلك كاين الفران، كاين الكويزينير، كاين لاحوط. البلاكارات كتشوفوا معايا كلشي مازال جديد فيها، يعني سيبوا لها عرضها كامله. الكوزينه كبيره ومتسعه، الدار كامله صراحه الله كبيره، بحكم انكم شفتوا معايا الصالون وشفتوا معايا السيجور. دابا غادي نمشيو مباشره نشوفوا فيها ثلاثه ديال البيوت. كاين البيت الاول اللي غتشاهدوه معايا هو هذا. البيوت اخوتي كبارين، هاد البيت اللي كتشاهدوه معايا دابا ما فيهش البلاكار، بحكم انه قريب الكوزينه حتى اللي بغيتو بيت ديال الكليسا تيجي ممتاز. الجهه الاخرى كتشوفوا ان فيها جوج ديال البيوت، وجايه في صاله زوينه، جايين الصالون والسيجو قبل دخيل هاد الباب، والبيوت جايين في الجهه الاخرى. هاد البيت خوتي البيت الثاني فيه بالكون وكذلك فيه بلاكار. البالكون اللي عنده الاطلاله على الدخيله ديال الباب، يعني الفصاده الثانيه، غادي نوريها لكم مع دابا. هو هذا البالكون قبالتكم، البالكون هو كبير ومصوب بالحديثه اللي عنده وليداتو ما يخافش عليهم. كتشوفوا الزنقه الثانيه اللي جايه من على الجهه ديال الدرب، هذاك هو الشارع، هذاك هو الزنقه اللي تيخرجك للفرصاده الاخرى اللي جايه على الشارع الرئيسي. الاسراجم ولا الريديات ديال البالكون كاملين الكتريك. قبلتنا البلاكار كتشاهدوا معايا بلاكار كبير. الدار مزيونه مشمشه، وكذلك فيها جوج فرصادات، وكذلك فيها جوج ديال البالكويات. غادي نمشيو مباشره نشوفوا البيت ديال الوالدين اللي هو قبلتنا. غتشوفوا الحمام بعدا قبل ما نشوفوا الاخر. هنايا كاين الحمام اللي فيه دوش وفيه تواليت وكذلك فيه لافابو. هنايا كاين الحمام ديال الوالدين اللي غتشاهدوهم معايا، حتى هو اللي فيه حمام وفيه كذلك لافابو. حمامات حتى هما كبارين، والبيوت شفتوهم معايا كبارين. هاد البيت ديال الوالدين اللي
باركون جاي على الشارع الرئيسي. من هنا غادي تبان لكم فوتي يعني الواجهه الشميشه كيف ما قلت لكم، هي رجعات من هنايا دابا دي حوالي الوحده ديال العشيه. هذا هو الكليه ديال الطب، وكذلك كاين مركب. تشوفوا معايا ان هنايا داير جوج ديال البيبان الالومنيوم والزجاج، هذا الباب الاول وكذلك الباب الثاني هو هذا. فيه بلاكار قبالتنا، يعني موقع جاي جميل، كاين مواصلات، كاين ادارات، كاين كما قلت لكم مستشفيات، كاين بزاف ديال المرافق، كاين مدارس بيبليك وكاين مدارس بريفي. اي حاجه قلبتوا عليها في هذه الامان كتواجد فيها، والعديد ديال الناس اللي اتصلوا بيا بغاو يعني في هذه المنطقه هذه، يا اما الكرا يا اما الشراء. هنايا قبلنا كاين تواليت، كاين تواليت وكاين لافابو. اخواني اخواتي كما شاهدتوا معايا الشقه بكاملها فيها جوج ديال البراسات، وفيها صالون كبير وكذلك سجل مسد ديال البيوت، وكذلك فيها جوج ديال البالكونات وكوزينه جميله. اللي بغا الكرا خوتي هو 3500 درهم اللي صرف عليه السيد، يعني اخر الثمن. وكذلك ثمن البيع هو 75 مليون اللي صرح به كذلك السيد. اللي بغا يجي يشوفها معايا يتصل بيا، مرحبا في اي وقت. كنتمنى اخواني المتابعين الكرام تكون هذه القناه اخبارهم ممتازه نيله اعجاب.